على اخر الانترو كده هشوف برضو حضراتكم بعتين لي ايه، واقول برضو ايه هي او ايه هو او ايه هي المشكله اللي موجوده في الدوري العام المصري او عموما في كل الانديه. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم عنها حسين الشحات. حسين الشحات امبارح وهو خارج بعد المباراه خرج ويعني كان متضايق شويه وشوح بايده وعمل. دائما لما كنت بشرح لحضراتكم من خلال ملعب الاهلي من حوالي شهرين او من شهر ونص، اتكلمت مع حضراتكم على العمل المؤسسي. ليه النادي الاهلي دائما هو المؤسسه الكبرى في الرياضه المصريه؟ النادي الاهلي هو المؤسسه الكبرى في الرياضه المصريه لان هناك في ثواب وعقاب. الثواب لما تبقى كويس هتلاقي الثواب بتاعك او مكافآت الفوز، كل حاجه بتبقى في وقتها. العقاب نفس الوقت. حسين الشحات امبارح اخطا وهو اعترف بكده للكابتن سيد عبد الحفيظ الحقيقه، وقال ان هو يعني كان تحت تاثير ضغوط معينه والناس كلها محمله اشياء كثيره جدا جدا جدا. الحقيقه انا عايز اقول لحضراتكم ان حسين الشحات واحد من افضل اللعيبه اللي جابها النادي الاهلي في شهر يناير اللي فات. هل في حد مش مقتنع بهذا الكلام؟ هل في حد مش مقتنع ان حسين الشحات واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في الدوري العام المصري في السنتين ثلاثه الاخيره؟ هل في حد مش مقتنع ان حسين الشحات هذه الايام او منذ وجوده في النادي الاهلي عليه ضغط كبير جدا 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 من كل الناس؟ هل في حد مش مقتنع ان حسين الشحات لما يشيل الضغوط دي من عليه ويلعب بطبيعته ويلعب باريحيه هيبقى واحد من افضل اللاعبين وهيكسب النادي الاهلي كل مباراه؟ وخدوا بال حضراتكم هو تصرف حسين الشحات ده ايه؟ هو من وجهه نظر كل لعيب دايما لما بيجي يفكر بيفكر انا عايز العب وعايز اكسب فرقتي، عايز العب وعايز اكسب فرقتي، وعايز اكسب الفريق اللي دفع فيا فلوس كتيره قوي علشان اجي واكسب الفريق. فحسين محطوط تحت ضغط كبير جدا. محطوط تحت ضغط كبير جدا جدا جدا، ومع ذلك تم عقابه. على فكره انا ما بقولش ان هو تصرف صح اطلاقا، انا الموضوع ده انتهى بالنسبه لي، او الموضوع ده خط احمر في النادي الاهلي. الموضوع ده خط احمر في النادي الاهلي، عشان كده انا بقول لحضراتكم الموضوع ده منتهي. ان احنا نتكلم في ان حسين اخطا او ما اخطاش، لا حسين اخطا. حسين اخطا، وايه اللي حصل بقى لما حسين اخطا؟ هل سمعتوا بقى إيه ان قعدوا مع بعض وعملوا مش عارف ايه؟ لا، كابتن سيد عبد الحفيظ قعد مع كابتن حسين الشحات وقال له حسين انت اخطات في 1 2 3. عارفين حسين عمل ايه؟ حسين عمل ايه؟ وهو قاعد مع الكابتن سيد عبد الحفيظ اعترف بخطأه وقال ان انا بالفعل اخطات وان انا بحترم وجهه نظر الجهاز الفني ومتقبل اي عقاب يكون موجود. الكابتن سيد قال له يعني العقاب احنا حاطينه في ورق، اللائحه بتقول 1 2 3، ادي اللائحه ستطبق على حسين الشحات. بس الموضوع انتهى. نقطه ومن اول السطر. نقطه ومن السطر، عندنا ماتش مهم جدا، عندنا ماتش ضد فريق واحد من افضل الفرق الافريقيه سان داونز. هنروح نلعب سان داونز في جنوب افريقيا وبعدين هنرجع نلعب مع سان داونز هنا. فاللي بقوله لحضراتكم نقطه ومن اول السطر. حسين اخطا، تم عقابه، لان النادي الاهلي نادي مؤسسه. نادي مؤسسه، ما فيش حاجه اسمها واحد يغلط وتعدي او يقعد يعملوا قعده عرب والموضوع انتهى. لا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. مفيش الكلام ده ان انت يتخصم منك مبلغ وبعد كده ما تلاقيهوش مخصوم مثلا يعني. لا لا، مفيش الكلام ده في النادي الاهلي. فحسين الشحات الموضوع انتهى، مش عايزين نتكلم فيه كتير، بالعكس احنا عايزين نساند حسين الشحات، جمهور النادي الاهلي يقف في ظهر حسين الشحات. حسين انا بقول لحضراتكم لو شال الضغط اللي عليه، هو لعب بطبيعته، لو لعب بطبيعته حسين الشحات الطبيعي، الشخص الطبيعي او اللعيب الكبير اللي احنا شايفينه، انا متاكد ان هو هيلعب مباريات تكسبه كل ماتش. يكسب النادي الاهلي كل مباراه. فكل اللي بقوله لحضراتكم موضوع حسين الشحات اخطا، تم عقابه، اعتذر، تم عقابه، انتهى. موضوع خلص. مفيش حاجة تانية. عشان لما بس نيجي نتكلم في المواضيع احنا بنتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة وبمنتهى الأمانة، وكل حاجة بنقولها لحضراتكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي.
فموضوع حسين انتهى خلاص، اخطأ، تم اعتذر، تم عقابه، شكرا. هيلعب المباراه اللي جايه او مش هيلعب، دي حاجه تخص المدير الفني، ما تخصش حد تاني. لو المدير الفني عاقبه هو حر، ولكن هو ده العمل المؤسسي، هو ده النادي الاهلي، هو ده الطريقه اللي بيتعامل بيها النادي الاهلي مع من يخطئ. وفي نفس الوقت لو حضرتك عملت حاجه كويسه كلاعب هتلاقي نفسك خدت مكافئات فوزك، الفوز بتاعتك. فالموضوع ده احنا مش عايزين نتكلم فيه تاني، بالعكس مساندة حسين الشحات واجبة هذه الأيام. مساندة حسين الشحات، في ناس كتيرة مرت بنفس الظروف اللي مر فيها حسين. لما تبقى صفقة كبيرة وجاية بمبلغ كبير صدقوني بيبقى عليه ضغط كبير جدا جدا جدا. الناس متخيلة ان حسين هياخد الكرة من محمد الشناوي يرقص ال 11 لعيب بتاع الفريق المنافس ويروح يجيبها جون، او ال 10 لعيبة ويروح يجيبها جون في الحارس المرمى الفريق المنافس. وده ما بيحصلش. حسين ترس من التروس اللي موجودة جوه الملعب او بره الملعب. واحد من اللاعبين اللي موجودين في قائمة النادي الأهلي الـ30 اللي موجودين. حسين مش كل حاجة في النادي الأهلي، ولا رمضان صبحي كل حاجة في النادي الأهلي، ولا محمد الشناوي كل حاجة في النادي الأهلي، ولا أحمد فتحي كل حاجة في النادي الأهلي. لا، كل لعيب بيمثل نفسه في مكانه، كل لعيب ترس في مكانه، واقف في مكانه، بيؤدي واجبات مركزه اللي مطلوبة منه من خلال المدير الفني، والباقيين بيأدوا مع بعض، وفي الآخر التروس بتتشابك والنادي الأهلي بيكسب زي ما حضراتكم شفتوا امبارح. فمن فضل حضراتكم، حسين أخطأ، اعتذر، عوقب، شكرا، الموضوع انتهى. نقف خلف فريقنا، يلعب أو ما يلعبش دي حاجة ما تخصش حد، تخص المدير الفني فقط. لو شايف إن هو يلعب هيلعب، لو شايف إن هو ما يلعبش من الناحية الفنية يبقى ما يلعبش. وأنا متأكد، أنا بقول لحضراتكم بقى يعني خبرة شوية، إن حسين الشحات هيبقى واحد من أفضل اللاعبين خلال الفترة القادمة في النادي الأهلي. ونقطة مش هتكلم في الموضوع ده تاني لغاية لما يتألق حضراتكم بقى اللي تبعتولي تقولولي هل حسين الشحات بالفعل ماشي بشكل كويس ولا لأ بعد الفترة دي أو بعد اللي حصل امبارح. لأن كل واحد بيبقى دايما جواه مش عارف، يعني الكرة مش ماشية، فأنا عايز أمشي الكرة بالعافية. عمرها ما هتمشي بالعافية، كرة القدم مش بالعافية. كرة القدم لازم تكون على طبيعتك، لازم تكون مركز في الملعب فقط، مركز في ان انت تسعد جمهورك من غير ضغط، من غير ما تحط على نفسك ضغط. عارفين الفرق ما بين اللعيب المصري مثلا واحد زي محمد صلاح؟ محمد صلاح كان بيجيب اجوان وبيعمل كل اللي هو عايزه عشان ما كانش عليه ضغط. لما بقى عليه ضغط، لما بقى عليه ضغط وهو اللي شال الضغط وهو اللي حط الضغط، انا اسف، على نفسه، بقت الامور مختلفه شويه. فنفس الموضوع بالنسبه لحسين الشحات. انا ما بقولش طبعا ان حسين زي محمد، ده بيلعب في نادي كبير وده بيلعب في نادي كبير، ولكن ده في مستوى وده في مستوى تاني. فاللي انا بقوله لحضراتكم ان موضوع حسين الشحات انتهى، مش عايزين نتكلم فيه تاني، وعايزين بالعكس نفضل واقفين ورا حسين الشحات، لان حسين الشحات واحد من افضل اللاعبين في النادي اللي جابهم النادي الاهلي. وخلال الفتره اللي جايه حسين بقى هيشيل الضغط ده من عليه، لان ناس كتيره جدا اتكلمت معاه، وانا يعني ناس كتيره جدا اتكلمت معاه، وهو قال ان عارف ان انا عليا ضغط كبير جدا جدا جدا، والفتره اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله هيحاول يشيل الضغط ده من عليه. مباراه سان داونز، وانا بتكلم بس امبارح مع حضراتكم قلت ان